بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ يا شباب بإذن الله دورة تدريبية جديدة، ودي أول محاضرة فيها. الدورة دي بتتكلم على تصميم محطات المعالجة، معالجة مياه الصرف الصحي. احنا كنا انتهينا الفترة اللي فاتت من الدورة التدريبية لعملية تصميم محطات تنقية مياه الشرب. النهاردة هنبدأ محطات المعالجة بتاعة الصرف الصحي. علم معالجة الصرف يا شباب علم واسع جدا، كل يوم تقريبا في جديد، مش ممكن هيوقف، مش ممكن هيوقف. علم البحث فيه بشكل مستمر ليل ونهار، العالم كله بيتنافس، العالم كله في سباق غير عادي ان هم يوصلوا لأعلى جودة لإعادة استخدام المية. بالنسبة لهم مية الصرف دي كنز، تمام؟ سيبك من اللي بيحصل في الوطن العربي او في الميدل ايست بصفه عامه، لا، الميه بالنسبه للدول الغربيه خاصه الدول اللي فيها ندره في المياه ومصادر المياه، الميه دي لازم يتم اعاده استخدامها، لازم. وده حصل وتم اوريدي، وفي بعض الاماكن في الميدل ايست بدات تشتغل على الموضوع ده فعلا، وبدات تعيد استخدام ميه الصرف بشكل فيري ادفانسد. وده انا يعني مش عارف لغاية امتى هنقدر وهنستحمل ان احنا نهدر مية الصرف اللي عندنا ونسيبها من غير معالجة كاملة، وتروح بهزر كده وتترمي خلاص، يعني يوزلس في الاخر، ما ينفعش. احنا هنعمل محاضرات هنا في الموضوع ده. المحاضرات دي هدفها انها تحطك على اول السلم اللي من خلاله هتقدر تعرف انت رايح فين، اتجاهك ايه في معالجة الصرف. تقدر بعد كده ان شاء الله لو انت لسه طالب في المشروع مثلا تقدر تخلص مشروعك ان شاء الله على خير بالشرح اللي هنقوله، بالامثله اللي احنا هنحلها باذن الله، بالمحطات الكامله اللي هنشرحها بالكامل بتفاصيلها، بامثله كامله، بتصميم محطه كامل. كمان لو انت مهندس وحابب تخش المجال هتتعرف على المجال كويس جدا وهتحط رجلك على اول السلم. ليه انا بتكرر كلمه اول السلم؟ خاصه في المعالجه، معالجة الصرف، وأيام ما كنت بدي لسه المحاضرات في شبكات المطر، لأن الاتنين دول بالذات يا جماعة علمين واسعين شوية، وفيهم هات وخد كتير، وفيهم مرادفات كتيرة جدا وأفكار كتيرة قوي، ما هياش زي مثلا شبكة المية، زي شبكة الصرف، زي شبكة الري. لأ، هنا بالنسبة لشبكات المطر وتصميم محطات المعالجة، لأ، في كلام كتير فيهم، تمام؟ فلازم قبل ما تقول انا فاهم او بشتغل، او لازم حضرتك تشتغل في مكاتب او تشتغل مع سينيورز محترفين، تبدا تتعلم منهم، تبدا تزداد، يعني تزداد خبره منهم. هو ده اللي هيبني عندك الخبره اللي بعد كده من خلالها تقول انا راجل بفهم في المجال ده، تمام؟ مش هنطول في المقدمه، هنبدا على طول ان شاء الله. هنا يا شباب الدورة التدريبية بتاعت محطات المعالجة هي عبارة عن 8 محاضرات. هنبدأ النهاردة أول محاضرة اللي هي المفاهيم العامة لأعمال المعالجة. المحاضرة الثانية والثالثة هيبقى المعالجة الابتدائية، هقسمتها على جزئين. المحاضرة الرابعة والخامسة هيبقى المعالجة الثانوية، قسمتها على جزئين، على محاضرتين. بعد كده المحاضرة السادسة عبارة عن المعالجة الثلاثية والديسنفكشن ووركس اللي هي عملية التعقيم، تمام. المحاضرة السابعة السلاج تريتمنت، معالجة الحمأة اللي هي المكلفات أو الوست اللي خارج من مية الصرف وبترسم معايا في الأحواض، أعالجه إزاي، دي اللي اسمها الحمأة اللي هي في المية في محطات تنقية المية، كان اسمها يا شباب في العربي اسمها روبا، صح كده؟ بس ستيل بالإنجلش اسمها سلاج، تمام كده، سواء مية أو صرف. المحاضرة التامنة يا شباب زي ما اتعودنا بناخد شوية أدفانسد تكنيكس لمعالجة أو لتنقية المية. هناك في المية تبقى اسمها تنقية، إنما هنا في الصرف يبقى اسمها معالجة مياه الصرف، تمام؟ تكنيك متقدمة، نقدر نعرف الناس شغالة في ايه في الدنيا دلوقتي اللي بره، اوكي؟ طيب، هنا يا جماعة المرجع بتاعنا هو الجزء الثاني من الكتاب اللي انا عامله اللي هو Introduction Water and Waste Water Works، هنا Part 2 Waste Water Works، تمام كده؟ اللي فات كان الوست اللي هو الووتر ووركس، تمام كده، كان Part 1، ودي الريفرنس اللي انا رجعت لها عشان الناس تبقى برضو عارفة انا بشتغل ازاي ومنين، اوكي؟ ده المرجع اللي انا عامله، اوكي؟ هنبدأ على بركة الله. أول حاجة في محاضرات النهاردة هنتكلم على sources of waste water. إيه هي مصادر الويست ووتر يا شباب؟ اللوحة دي بتوضح لك الموضوع كله ببساطة خالص. عندك مياه سطحية ماشية على السطح، عندك أمطار، تمام كده، تمام كده، بتنزل على sub catchment area، تمام كده، وبتبدأ تنزل تتسلسل، يعني بتتسلل كده وبتمشي على الأسفلت لغاية ما توصل لل catch basins أو الجتر فلو انلت اللي هو يا جماعة بلاعة صرف المطر الموجودة، بتبدأ تروح للمنهول. عندك مصانع، عندك بيوت، تمام كده، كلها بتصرف على سيستم للويست ووتر،
تمام. لميت كل ده على السيستم، دخلت بعد كده لميت ودخلت بيه تمام كده اوكي على التريتمنت ووركس تمام كده. التريتمنت ووركس لو في اوفر فلو ولا حاجه بيطلع على المجرى المائي، انما انا دلوقتي بتكلم على المحطه، فبلم كل ده. لو تلاحظ ان الخط اللي خارج هو في المنسوب الاقل، وهنا خط الاوفر فلو بيبقى المنسوب الاعلى تمام كده. طبعا الصح انك بتاخد كل المية الصرف وبتاخدها كلها على محطة المعالجة وتبدأ تعالج الكلام ده. بس هنا الفكرة كلها في اللوحة دي، انا بوريك ايه هو مصادر المية اللي هتروح لمحطة المعالجة في الاخر تمام كده. طبعا كلمة انترسبتور اللي هو جيس انترسبتور هو الحاجز اللي بيحجز معايا بعض الجريس الشحوم والزيوت الموجودة تمام، عشان ما ادخلهاش على المحطات. الى جانب اصلا ان محطة المعالجة بيبقى فيها برضو بعض اليونتس اللي بتشيلك الجريس من على وش مية الصرف. هنا يا شباب السلايد التاني هنا بيتكلم عن الخطوات الأولية لتصميم محطة معالجة الصرف. ايه هي الخطوة او الخطوات اللي انا من خلالها ابدأ اصمم محطة معالجة صرف؟ هبدأ اتكلم في ايه؟ ست نقط، وهي المحاضرة بتاعتنا كلها بتتكلم في ست نقط دول. اول نقطة يا شباب اللي هي ازاي اعمل كوردينيشن، اعمل تنسيق مع شبكة الصرف نفسها. اعمل تنسيق بيتناول الفلو، التدفق اللي حاصل في الشبكة، سيستم الشبكة، نوع الشبكة ده ايه بالظبط، هل هي كومبايند ولا سيبريت ولا ولا تمام كده. البامب ستيشنز اللي موجودة في الشبكة، هل هي في محطات رفع؟ لا مفيش، المية توصل لمحطة جرافيتي ولا في محطات رفع ان بتوين تمام. عندك تاني نقطة اللي هي الويست ووتر كاركترستكس اللي هي خواص المياه بتاعت الصرف، ودي واحدة من أهم النقط اللي هنتكلم عليها النهاردة. شوية تعريفات بسيطة كده عشان الناس تفهم يعني إيه بي أو دي وسي أو دي وتوتال سسبندد سوليد وغيرها وتي كي إن وهكذا، في حاجات كتيرة جدا. تالت حاجة الـ choosing the suitable location، إزاي يا جماعة أختار المكان الأفضل لبناء محطة معالجة؟ الهواء، الرياح هتخبر يعني أخبارها إيه معايا، الدايركشن بتاعتها، الاتجاهات، المسافة ما بين المحطة نفسها وأي منطقة سكنية أخبارها إيه، أنا فين من أي منطقة سكنية، هل المنطقة تراثية، هل المنطقة سياحية، هل المنطقة محطوطة في التخطيط العمراني بشكل أو آخر، كل ده هنتكلم عليه كمان شوية. النقطة الرابعة نقطة التخلص، أنا هتخلص من المية المعالجة بعد ما أخلص المية الصرف دي تخش وأعالجها وتمام، هوديها فين، هحطها فين، في خزان تحت الأرض، في بحيرة تمام كده، هرفعها بمحطة رفع وأوديها في حتة تانية تمام. طب أخبار الإسلاج إيه، السلادج دي هتطلع شكلها ازاي، هل السلادج هتطلع واجففها بشكل مانوال عادي اللي هو كونفنشنال تقليدي، ولا هجففها ميكانيكال تمام كده. السلادج اللي هي الحمأة اللي جايه تمام كده هتخلص منها ازاي، هوديها فين، كل ده في النقطه الرابعه. النقطه الخامسه هو ازاي ابدا اقول ان ده افضل تكنيك للمعالجه. يعني ايه المعالجة يا شباب؟ حاجات كتيرة جدا وأنواع وأشكال وأفكار، ده بيتوقف على حاجات كتيرة. إيه هي؟ أول حاجة جودة المية اللي أنت عايزها تخرج من المحطة، تاني حاجة المساحة، تالت حاجة التكلفة، رابع حاجة اللايف تايم بتاع المحطة، خامس حاجة الأوبريتنج الأوبريشن اللي هيحصل جوه المحطة، أنت عايزه يكون سهل بسيط ولا أدفانسد وأنت عندك العمالة القادرة على كده، سادس حاجة تكلفة التشغيل نفسها تمام. فما اعملش سيستم مثلا يكون تكلفه تشغيله عاليه وانا اصلا تكلفه التشغيل عندي يعني ليميتد جدا وهكذا. ففي افكار كتير جدا هنا في النقطه الخامسه دي هنتكلم عليها كمان شويه. اخر نقطه يا جماعه اللي هي ريوز استراتيجي بتاعه تريتد ووتر، يعني حضرتك بتفكر تستخدم الووتر اللي هتخرج من المحطه اللي هي تريتد ووتر الميه المعالجه، هتفكر تستخدمها في ايه، ايه الاستراتيجيه اللي حضرتك هتشتغل عليها، هتبني استراتيجيتك على ايه. قبل ما تقول هصمم محطه لازم تجاوب على كل الاسئله دي تمام كده. قبل ما تصمم محطه تجاوب على الاسئله ديت، وبناء عليه بتاخد كونفيرم من الاونر بتاعك او الكلاينت او الكاستمر اللي انت حضرتك بتصمم له المحطه، وبتبدا تشتغل على نور وعلى بينه تمام كده اوكي. اول نقطه من الست نقط يا شباب هي النقطه بتاعه كوردينيشن ويز سيويج نتوركس، قلنا فلو وسيستم وبمب ستيشن. يعني ايه؟ اول حاجه حضرتك بتشوف الفلو اللي جاي من نتوركس، شوف الشبكه بتاعه النتوركس. طب احنا كنا عاملين دوره تدريبيه كامله عن شبكه الصرف الصحي وتصميمها والكلام ده كله، حضرتك بتشوف النتورك بتاعك جايبه لك ميه قد ايه تمام كده، وبتشوف كمان انت هتصمم المحطه بتاعتك ديت فيز 1 ولا فيز 2 ولا فيز 3 وات ايفر. يعني شوف انت بقى، انت مثلا ببساطه شوف الشبكه مثلا، الشبكات لما بتيجي تتصمم بتتصمم كلها فيز 1 على طول تمام كده، وبعد كده احنا بنبدا ناخد المينيمم فلو والماكسيمم فلو ونبدا نوفق طالما ان المدن كبيره شويه. انما المحطه حضرتك لما بتيجي تشتغل، لا حضرتك تقدر تصمم محطه على اكتر من فيز. بمعنى ايه؟ زي مثلا انت بتتكلم على، هدي امثله يا جماعه من الواقع،
زي مثلا بتتكلم على مدينة العبور، تمام كده؟ مدينة العبور اتعمل فيها محطة معالجة، تمام؟ لما جت تتعمل، تمام اوكي، زي مدينة العبور الاكيوبيشن بتاعها او وجود البشر فيها او السكان فيها بدأ ب 10 او 15%، تمام؟ الشبكات اتصممت كلها على 100% من الاكيوبيشن جوه المحطة جوه المدينة. ولكن لما حضرتك تيجي تصمم محطة تستقبل مية الصرف، حضرتك بتدرس النمو السكاني في المدينة، فما جيش حضرتك تعمل لي 100% من عدد السكان في المحطة دايركت، مع ان الصرف اللي هيوصل للمحطه تقريبا 10 او 15% بس في اول دور طلوع طلع للمحطه او اول تشغيل المحطه. ما ينفعش، يبقى حضرتك لازم تعمل المحطه دي على فيزز 1 2 3 4 وهكذا، تمام؟ فتقول والله كل 5 سنين ابني فيز، تمام؟ على مدار 20 سنه المدينه دي هتبقى 100% عدد السكان فيها خلاص انا وصلت له، تمام؟ وبالتالي خلاص يبقى المحطه اشتغلت بسيكونس معين، يبقى انا كده كل شويه بشغل سترينج جوه المحطه او ابني سترينج جوه المحطه. في افكار تانية يقول لك والله لا، انت تبني السيفل وورك كل الخزانات مره واحده، انما الالكتروميكانيك ما تركبوش الا بفيزز معينه، تمام؟ دي افكار، بس حضرتك ساعتها بتزود في تكلفه المشروع في البدايه اللي هو البال كوست في البدايه، تمام؟ لان حضرتك بتعمل السيفل وورك في المحطه بالكامل، تمام؟ وانا ده ما برشحوش بيني وبينكم. ليه؟ لان انا بحط السيفل وورك ممكن اتاخر في تنفيذ الالكتروميكانيك في المحطه لمده 30 سنه، يبقى انا كده عرضت ان السيفل وورك بتاعي بيتعرض لعوامل التعريه والمشاكل و و و وممكن هبوط وممكن حاجات تانية كتير تحصل في السيفل وورك اللي انا بنيته، وبالتالي انا ما استفدتش منه وكلفته في البدايه على الفاضي، تمام؟ وكمان انا بحرم نفسي من تطبيق اي تكنولوجي افضل ومتقدمه، زي ما قلنا الزمن ماشي هو والدنيا بتتطور، تمام؟ في تكنولوجيز كتيره جدا ممكن اطبقها في المحطه في الفيزز اللي بعد كده، وبالتالي انصح دايما ان انا اوفر مساحه للمحطه، اختار مكان صح، انفذ الفيز او المرحله اللي تخدمني في الوقت الحالي ولمده 5 او 10 سنين، بعد كده اوفر فلوسي ابدا افكر في بعد كده ممكن تكنيك تاني جديد اعمله، ممكن اعمل السيفل وورك نفس الفكره هي هي، ولكن بعدين ساعتها هيبقى الدنيا افضل بكتير. يعني في افكار. طيب في عندك نوع الشبكه نفسها سيبريت ولا كومباين؟ سيبريتد ولا كومباين ديت زي ما قلنا في الدوره التدريبيه بتاعه تصميم شبكات الصرف، سيبريتد الشباب اللي هي الشبكه منفصله بس صرف صحي فقط، كومباين لما يكون داخل عليها ميه مطر. الكلام ده نرجع للدوره التدريبيه بتاعتنا هنعرف الكلام ده. طيب الكومبوننتس بتاعه السيود نتوركس، هل عندك بومب ستيشن؟ هل عندك محطات رفع؟ وهل عندك مين لاينز اللي هو فورس مين لاينز اللي هو الخطوط المين لاينز اللي هي الخطوط الرئيسيه، تمام كده، اللي موجوده في الشبكه، والفورس مين لاينز اللي هي خارجه من البامب ستيشن، خطوط الطرد اللي خارجه من البامب ستيشن ورايحه على محطه الرفع، تمام كده، او راميه من محطه رفع لمحطه رفع اخرى او لمنهول اعلى منها، تمام كده اوكي. نكمل يا شباب. النقطه الثانيه هو الويست ووتر كاركترستكس، وركز بقى معايا في النقطه دي عشان النقطه متشعبه شويه. اول حاجه في الكاركترستكس اللي هي الخواص بتاعه الصرف الصحي او مياه الصرف بصفه عامه، اللي هي ايه؟ الفيزيكال اللي هي الحاجات الفيزيائيه، تمام كده، الحاجات اللي مش محتاجه تحاليل، تمام، كلر واودر مثلا، الرائحه واللون، تمام كده. زي ايه؟ ببساطه خالص لو بصينا كده على المنظر اللي قدامك ده هتعرف كويس قوي ان اي هاوس هولد، تمام، بيخرج منه ميه صرف. ميه الصرف دي لو جينا صنفناها اي بيت بيخرج منه ميه صرف، تمام كده، من على السطح ينزل ميه ايه؟ مطر، تمام كده، وطبعا نازل اهو، خليها على جنب. طيب ركز معايا، لو عندك مثلا مكان الغسيل وشاور وديش ووشر اللي هو غسل الاطباق، كل ده يا شباب انا بسميه ايه؟ بسميه جري ووتر، ميه رماديه. جري ووتر ما هياش بلاك ووتر، في فرق بين الاثنين. البلاك ووتر هو اللي بيخرج من التواليت وبيخرج من الكيتشن سينك اللي هي المطابخ الكبيره، تمام كده، بيبقى فيها زيوت وشحوم هنا، والتواليتس طبعا اللي هي التواليتس المعروفه، فهي دي البلاك ووتر. حتى الكيتشن دي يا شباب بعض الكتب والمراجع بتصنف ان هي جري ووتر، بعض الكتب لو انا حطيت انترسبتور جريس انترسبتور للمخرج بتاع الكيتشن باخد الميه اللي خارجه منه بوديها للجري ووتر، تمام كده، بصنف على انها جري، حتى تلاحظ ايه ان هي مش كلها 100% بلاك، تمام كده. بس في بعض المراجع الثانيه بتاخد ان الكيتشن سينك بتاخدها مع التواليت وتنزلها على البلاك ووتر، تمام كده. لو جمعت البلاك ووتر مع جري ووتر، تمام كده، بيديني الويست ووتر، تمام كده. لو انا دخلت الستورمي كمان في الموضوع هيخلي الويست ووتر ده هيبقى السيستم عندي ايه؟ كومبايند نتورك، تمام كده. تصنيف تاني كده شباب بسيط قوي اللي هو السوليدز الموجوده في ميه الصرف. السوليدز دي يا شباب 30% منها
suspended معلق، و70% dissolved بيدوب جوه المية الصرف، تمام كده؟ فببساطة خالص ال70% دي لو جيت صنفتها 30% من التوتال سوليد، تمام كده؟ اورجانيك عضوي، و40% ان اورجانيك غير عضوي، تمام كده؟ يبقى التوتال سوليدز 30%، 30% من التوتال سوليد ديسولفد دايب وعضوي في نفس الوقت، و40% من التوتال سوليد عباره عن دائب وان اورجانيك غير عضوي، تمام كده؟ طب السسبندد اللي هو المعلق بقى اللي هو مش دايب في الميه، قال لك عباره عن توتال 30%. لو جينا قسمناهم، تمام كده؟ ال 30% 15 قابل للترسيب، و15% غير قابل للترسيب. ال 15% اللي قابل للترسيب 10 و5، 10 عضوي 5 غير عضوي، وكمان نفس الكلام هنا الغير قابل للترسيب. تمام كده؟ ده تصنيفات موجوده في المراجع، حابب بس اقولها للناس عشان الناس تبقى عارفه هنتكلم في ايه الفتره الجايه. بص يا شباب، هنا بقى اللي فات ده كان الفيزيكال كاركترستكس للدوميستيك ويست ووتر، تمام كده؟ اللي هي اللون والرائحه والكلام ده كله، تمام؟ انما اللي جاي بقى مهم جدا، اللي هو ايه؟ الكيميكال والبيولوجيكال كاركترستكس بتاعه الويست ووتر، تمام كده؟ شباب الورقه دي مهمه او السلايد دي مهمه، ليه؟ عشان بتعرفك شويه مصطلحات، من غيرها مش هينفع تصمم محطه معالجه، ومن غيرها مش هينفع يتقال عليك انك بتفهم في محطات المعالجه. ايه هي المصطلحات المهمه دي؟ اول مصطلح يا شباب، وده اي حد بيشتغل معالجه لازم يعرفه، اللي هو البي او دي 5. ايه البي او دي 5؟ اول حاجه 5 ده هو التيست ده بيتعمل في 5 ايام، فعشان كده بكتب 5 جنب، تمام كده؟ طيب ايه البي او دي؟ البي او دي يا جماعه اللي هو البايو كيميكال اوكسجين ديماند، وبعض الكتب بتكتب عليه البيولوجيكال اوكسجين ديماند. بالبلدي كده هو يعني ايه؟ بعمل اختبار، باخد عينه ميه صرف واعمل لها اختبار، الاختبار ده بيستمر معايا لمده 5 ايام، بطلع منه نتيجه معينه، النتيجه دي بسميها بي او دي، وبتتقاس بالبي بي ام او البارت بير مليون او ملي جرام لكل لتر، تمام كده؟ طيب ببساطه خالص، ايه البي او دي اللي هو البايوكيميكال اوكسجين ديماند او بيولوجيكال اوكسجين ديماند؟ هو يا شباب ببساطه خالص كميه الاكسجين التي يتم استهلاكها من المايكرو اورجانيزم الموجود في الميه، تمام كده؟ اللي هو البكتيريا او المواد الحيه الدقيقه او الكائنات الدقيقه، تمام كده؟ كميه الاكسجين اللي بتستخدمها المواد الدقيقه دي وبتتنفسها، عشان ايه يا عم؟ عشان خاطر تاكسد، ايوه بالظبط كده، المواد العضويه وتحولها لمواد غير عضويه. تاني كمية الأكسجين اللي موجودة أو اللي بتستهلك من المايكرو أورجانيزم الموجود في المية، تمام كده؟ لتحويل المواد العضوية، تمام كده؟ لمواد غير عضوية، سهلة الترسيب، سهلة وبسيطة. طب إيه هو بقى الكيميكال أكسجين ديماند اللي هو السي أو دي؟ هو الأب الأكبر من البي أو دي، الأخ الأكبر، بلاش الأب دي، الأخ الأكبر. ليه؟ لأن هو كيميكال أكسجين ديماند هو كمية الأكسجين المستهلكة بصفة عامة في كل التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل في المية بتاعة الصرف، ها؟ عشان إيه؟ عشان خاطر أكسد المواد العضوية. تاني هو كمية الأكسجين المستهلكة، تمام كده؟ في المية الصرف في العينة اللي حضرتك أخدتها، تمام؟ عشان إيه يا عم؟ عشان خاطر التأكسد المواد العضويه وتحولها لمواد عضويه، وبالتالي السي او دي اشمل من البي او دي، صعب تلاقي سي او دي اقل من البي او دي، تمام كده؟ تمام كده؟ اوكي، يبقى السي او دي اعلى من البي او دي، ليه؟ لانه اشمل. ليه اشمل؟ لان في تفاعلات كيميائيه هتحصل الى جانب هو متضمن كل الشغل اللي هيعمله مايكرو اورجانيزم في البي او دي، وبالتالي السي او دي اعلى من البي او دي. الكلام كده واضح، صح كده؟ طيب التفاعل او التيست بتاع السي او دي يا شباب بيتم خلال ساعتين تقريبا، بيتم في خلال ساعتين او 3 ساعات، مكتوب اهي. اوكي طيب نخش على السسبندد سوليد اللي هو الاس اس، واللي جات من شويه توتال سسبندد سوليد اللي هو الاس اس، اللي هو السسبندد سوليد هي المواد الصلبه العالقه الموجوده في ميه الصرف. طب التوتال كليدال نيتروجين اللي هو تي كي ان، تمام كده؟ هو مصطلح بيطلق على التوتال اورجانيك اند امونيا نيتروجين، تمام كده؟ في الوست ووتر، تمام كده؟ بتدينا يا جماعه النيتروجين الموجود، تمام كده، في الميه. واخيرا الفوسفورس اللي هو البي، بيديني الفوسفور اللي موجود في الميه اللي هو بي، تمام كده؟ ده التوتال فوسفور، وده اللي هنشتغل عليه وهنشوفه ان شاء الله بعد كده في المعالجه البيولوجيه، ازاي بقدر ازيل البي واقدر ازيل النيتروجين، ازاي بستخدم البي او دي في التصميم بتاعي، السي او دي اخبارها ايه، بتخش معايا امتى وفين، والكلام ده كله. اوكي طيب نخش يا جماعه على النقطه الثالثه عشان تقدر تصمم محطه معالجه. النقطه الثالثه، ازاي تختار المكان،
تختار المكان يا شباب. انا اديت هنا خريطة كده عشان اشرح عليها الكلام ده كله. احنا عندنا اكتر من حاجة عشان تختار المكان. اول حاجة اتجاه الرياح، بمعنى لو حضرتك ده بحر واتجاه الريح جاي من البحر كده وداخل على المدينة، حضرتك ما ينفعش تعمل محطة هنا ولا هنا ولا هنا، ما ينفعش، لازم تطلع على ابعد ما يكون وتبعد، تبعد خالص. ليه؟ لازم اتجاه الريح فين؟ حضرتك مع اتجاه الريح، ما ينفعش الريح يعدي على المحطة ثم يعدي على منطقة سكنية بعدها، هيبقى صعب شوية. ليه؟ لأن الرائحة بتاعت المحطة مهما عملت اودر كنترول سيستم او نظام لفلترة رائحة الريح الموجودة في المحطة وكده وتقليل الأثر بتاعها، برضه هيظل فيه مشكلة عندك، وبالتالي الأفضل تبعد خالص عن اتجاه الريح. فالمحطة بتاعتك تبعدها قدر المستطاع عن المنطقة السكنية، يبقى الريح تاخد الريحة وتبعد عن المنطقة السكنية، مش تروح رايح على المنطقة السكنية. عشان كده تلاقي هنا مثلا دي المحطة اهي، وادي المنطقة السكنية فين؟ بعيدة خالص. فالرياح واخد الهواء، الهواء خد الرائحة الموجودة في المحطة ومشي بعيد خالص عن المنطقة السكنية الموجودة. تمام. حاجة تانية يا جماعة اللي هي ايه؟ المسافة ما بين المحطة وأقرب منطقة سكنية. تمام. أغلب الأكواد يا شباب بتتكلم على من 1500 ل 3000 متر، أغلب الأكواد. تمام كده. كان زمان الكود بيتكلم على 500 متر لغاية 1000، اتطور بعد كده قال لك 1000، 1500، 2000 وهكذا. دلوقتي اغلب الاكواد في الميدل ايست بتتكلم عن 1500 ل 3000 متر في اتجاه الريح. تمام كده. وبعيد عن المنطقه السكنيه ب 1500 ل 3000 متر. اوكي. طيب في ايتمز تانية طبعا، في كتير. زي مثلا دي منطقه سياحيه، لمنطقه شط اهي، ما ينفعش حضرتك تروح حاططها هنا بداعي ان مفيش منطقه وان هي فاضيه. لا لا، ليه؟ لان المنطقه دي اصلا في يوم من الايام هتتعمر، فما ينفعش يكون فيها محطه معالجه جنب المنطقه اللي هتتعمر، فنادق ومطاعم وكده. تمام. تاني حاجه، ما ينفعش تحطها في منطقه تراثيه او منطقه تاريخيه. تمام. ما ينفعش. منطقه سياحيه ما ينفعش، منطقه تحت مخططات استراتيجيه سكانيه في يوم من الايام، يعني زي مثلا تروح للاحياء او المراكز او البلديات او الامارات وات ايفر، وتشوف المنطقه اللي انت هتختارها ديت هل فيها مخطط استراتيجي في يوم من الايام هيتبني فيها حاجه او هيبقى جنبها حاجه او في شكل استثماري او وهكذا. هتخش في منطقه صناعيه، منطقه زراعيه، لازم تدرس الكلام ده كله عشان ما تيجي تختار وتقرر. ده بيتوقف حاجات كتيره جدا. تمام كده. والى جانب ان في حاجه اسمها تقرير اثر بيئي، الاي اي اي او الانفايرمنت امباكت اسيسمنت، ده مهم جدا يتعمل لاي محطه معالجه قبل ما يتم تنفيذها. ليه؟ عشان يعرف الاثر البيئي اللي هيحصل من محطه المعالجه ديت. تمام. حيال كل البارامترز اللي حواليه، حيال التربه اللي هي عليه، حيال البحر اللي هتبقى قريبه منه، حيال المياه الجوفيه، حيال الارض، التضاريس الموجوده، حيال الميه اللي هتطلع منه هتروح فين، حيال السكان اللي حواليه. تمام. المنطقه التاريخيه اللي هتتاثر لو انا حطيت محطه هنا وهكذا. الهواء اللي موجود هيتلوث ولا مش هيتلوث، هل في اودر سيستم ولا لا، يقول لك كده. اتجاه الرياح هتروح فين وتيجي منين، هيأثر فين وهكذا. يبقى ده مهم جدا يا شباب، الخطوه دي مهمه جدا، وما ينفعش تبدا غلط. لازم تحط المحطه في المكان الصح عشان التقرير الاثر البيئي لما يجي تعمل المحطه يتعمل صح، وبالتالي تاخد موافقه من دي 1 وتبدا حضرتك تنفذ او تصمم محطتك. تمام. النقطه الرابعه شباب اللي هي الديسبوزال بوينت بتاعه التريتد ووتر والسلاج. نقطه التخلص، انا بتخلص فين؟ بودي الميه اللي اتعالجت والسلاج فين؟ تمام كده. ده مخطط بسيط جدا لخطوات مبسطه للمعالجه. بمعنى بجمع الميه من الشبكه بوديها لمحطه رفع، محطه الرفع بتبعت للمحطه اول خطوات المحطه هنا اهي. تمام. اللي هي البرايمري تريتمنت اللي هي المعالجه الابتدائيه، ثم بتودي جوه المحطه برضو للبيولوجيكال تريتمنت او السكندري تريتمنت، الناس بتقول عليها كده سكندري تريتمنت. تمام كده. ثم الميه بتخرج للتيرشري تريتمنت اللي هي المعالجه الثلاثيه، ثم الميه بعد كده بيحصل لها ديسبوزل، يتم التخلص منها او بيتم اعاده الاستخدام. تمام كده. اوكي. من اول البرايمري لغايه التيرشري بسميه الويست ووتر تريتمنت ووركس. قبل ما اخش المحطه كل ده اسمه كوليكشن ووركس. كوليكشن ووركس احنا درسناه في دوره تدريبيه لوحدها خالص، اللي هي الدوره التدريبيه لشبكات الصرف الصحي. ابتداء من هنا هو ده المحطه بتاعتك لغايه ما تخلص ميه وسلاج بتخرجهم. تمام كده. هو ده نقطه ازاي تتخلص او تعيد الاستخدام. اعاده الاستخدام هنتكلم فيه كمان شويه. انما التخلص هنبدا نتكلم في التخلص دلوقتي. ايه التخلص؟ لو انا اكتفيت في المحطه بتاعتي بعمليه معالجه ابتدائيه، يبقى مفيش مجال ان انا اتخلص من الميه دي الا في البحر. تمام كده. لان دي الميه ما اتعالجتش 100%. تمام. الميه ما اتعالجتش 100%، لسه المعالجه لسه في بلاوي لسه في الميه، والبي دي عالي،
ما ينفعش استغلها في اي شيء، ولا اصرفها على اي مسطحات ميه عذبه نهائي، تمام، ولا اقربها من الناس والكلام ده. وطبعا دي ليها يعني سبيكس غير عاديه، سبيكس غير عاديه في الحته دي، عشان ارمي ميه الصرف المتعالجه معالجه ابتدائيه في البحر. ده موضوع كبير قوي وهنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده. طيب لو انا اكتفيت في المحطه بالمعالجه الابتدائيه والثانويه، يعني وقفت هنا ما عملتش ترشي ما عملتش ثلاثيه، يبقى ده اقدر ارميها في الدرين في المصارف. المصارف دي اللي بتقول بعد كده في الاخر خالص بتمشي، ممكن ارمي عليها حاجات تانية، ميه معالجه وهكذا، يحصل لها ديليوشن وبعد كده بترمي في البحر. اخر حاجه خالص لو انا ده اشتغلت وعملت التيرشري تريتمنت، طبعا في انواع واشكال من الكلام ده كله بس لسه هيجي لها وقتها. لو كمان وصلت للتيرشري يبقى انا اللي هي المعالجه الثلاثيه، يبقى انا ببساطه خالص اقدر اعمل اريجيشن، اقدر اكتب بقى كلمه اريجيشن وبقلب قوي. اريجيشن ري، طب ري ايه وفين وازاي؟ لا ده موضوع تاني، تمام، هنقوله كمان شويه. اوكي، بس اقدر اقول ان انا بعد التيرشري اقدر اروي. اروي ايه؟ اروي اشجار، غابات شجريه، مسطحات خضراء، اروي بقى مزروعات شجريه، اروي الري طبعا في انواع يا جماعه، مقيد وغير مقيد، كل ده هنجيله ان شاء الله كمان شويه، مش عايز ادوشكم فيه دلوقتي. ولكن طالما وصلت للتيرشري اقدر اعيد استخدام الميه دي. اوكي، استخدمها في ايه؟ ممكن استخدمها في الري. ازاي وفين؟ دي بقى كاركترستكس تانيه خالص هنقولها كمان شويه. طيب خامس نقطة، عشان أعرف أصمم محطة معالجة لازم أقرر إيه هو التكنيك الصح اللي أبدأ أشتغل عليه. إيه الفكرة بتاعت التكنيك يا شباب؟ يعني هتشتغل نظام إيه؟ النظام اللي هيعالج لك مية الصرف ده إيه هو؟ تمام؟ المخطط اللي حضرتك شايفه قدامك ده مخطط جميل جدا، بيشرح ببساطة الخطوات بتاعة معالجة المية، مية الصرف، إزاي بمية نظيفة بتتناها ماشية والسلادج بتتحول ودي فين؟ ركز معايا، اللون الازرق هو الميه تمام اللي داخله، واللون الاحمر هو السلادج او الويست بصفه عامه اللي انا بسحبه وبطلعه بره المحطه، تمام كده، وبعالجه بقى بشكل او باخر وبتخلص منه. اوكي، طيب ركز معايا، الميه دي اللي هي الويست ووتر، تمام، دخلت على سكرين على مصافي، تمام كده. اوكي، طبعا الكورس سكرين او المصافي شالت ايه؟ شالت شويه رابتش كده، تمام كده، وديتها في سايلو كده اللي هو خزان او كون كده ظريف، او ساعات بيبقى فيه عربيه او في حوض كده معدن بيتحط تحت السكرين، بحيث ان السكرين بتفضي فيه كل الحاجات اللي بيتم ازالتها من ميه الصرف، زي مثلا الربش الحجم الكبير والكلام ده كله. دخلت الميه ميه الصرف على جريت تشامبر، الجريت اللي هو جريت ريموفال تشامبر او الجريت والجريت تشامبر اللي هو يا جماعه ازاله الرمل، فالرمل بتترسب والميه بتتنها ماشيه، الرمله اهي اترسبت ونزلتها. تمام، مشيت الميه على خزانه الترسيب الابتدائي، الميه كملت ولكن السلادج اللي اتحبست هنا نزلت وديتها في حوض اسمه السيكنر او المكثف، تمام كده. مشيت الميه، ظبطت البي اتش او ما ظبطتش هنقولها كمان شويه، دخلتها على المعالجه البيولوجيه. ركز معايا ان لغايه خروج الميه من البرايمري كلاريفاير او الخزانه الابتدائي، المعالجه الابتدائيه او الترسيب الابتدائي، دي كلها اسمها اعمال ايه؟ المعالجة الابتدائية. جاست انك هتخش على البيولوجيكال تريتمنت، تمام، اللي اسمها المعالجة الثانوية. الاريشن تانك ده هو اول خطوات البيولوجيكال تريتمنت او المعالجة البيولوجية او الثانوية، تمام كده، اللي هنا بنمي بكتيريا بشكل معين، وكل ده هنتكلم عليه بالتفصيل، ازاي البكتيريا دي هي بتخلصني بعد كده وبتعمل على اكسدة المواد العضوية اللي ما ترسبتش في الحوض ده، بتبدأ هنا تتحول المواد العضوية لمواد غير عضوية، اخرجها كلها، هنا مفيش اي ترسيب، هنا مفيش اي ترسيب وانا بأكد، تخرج المية كلها بكل ما فيه، بتروح لفين؟ للخزان التاني اللي هو secondary clarifier او خزان الترسيب النهائي، هنا تترسب المواد اللي كانت عضوية وتحولت لغير عضوية، فبتنزل السلاتش مع السلامة بتنزل هنا، تمام؟ جزء منها بوديه return، تمام؟ يا اما بوديه دايركت، يا اما بوديه من هنا وارجع تاني ارفع، يا اما بوديهم كلهم على خزان، الخزان ده من خلاله باخد جزء منه ارجعه وجزء منه اوديه للسكنر عشان يتعالج، تمام كده؟ خط الميه يا شباب، هنخلص بقى، نخلص خط الميه الاخر وبعد كده نرجع للخط، نشوف الخط الاحمر اللي هو السلادج ده ايه اللي حصل فيه. نكمل، خرج من الخزان الترسيب النهائي، مشي، عملت له ديسنفكشن، طبعا الديسنفكشن انواع واشكال، وضفنا الكلور، حطينا الترا فايلوت، عملنا وات ايفر ايا كان النوع اللي هتشتغل عليه، في انواع كتيره جدا من الديسنفكشن هيجي لها وقتها هنتكلم فيها، تمام كده، في المحاضره سينك السابعه او السادسه، المحاضره السادسه هنتكلم عليها بالتفصيل. المهم ان الميه عملت لها ديسنفكشن معالجه، تمام كده، او تعقيم يعني. بعد كده
في هنا بقى عمليات يا شباب هي عمليات التيرشري، دي اشكال كتيره جدا برضو هنجيلها بالتفصيل الممل وهنتكلم عليها، بلاش تدوس نفسك فيها هنا دلوقتي. بس هي الفكره كلها المعالجه الثلاثيه بتبدا من المرحله بتاعه الديسنفكشن. ساعات الديسنفكشن لا بتبقى مرحله لوحدها، وبخلي التيرشري بعد الديسنفكشن. ليه؟ لان الديسنفكشن بالنسبه لي انا هو انا مجبر عليه بعد السكندري او بعد التيرشري، تمام كده. في ناس تقول لك لا خلي الديسنفكشن في اخر التيرشري، تمام كده. يبقى بعمل فلتريشن سيستم واخد الميه واعملها ديسنفكشن مباشره. في ناس تقول لك لا خد الديسنفكشن هنا تمام عشان بوظ الفلاتر اللي انا هفلتر بيها، تمام كده، والادزوربشن سيستم اللي انا هعمله اللي هو سيستم الامتزاز اللي هيحصل عشان يشيل لي اي حاجه تانية موجوده في الميه. المهم ان اللقطه دي مش ثابته، كل شويه فيها كلام وفيها تغيير، وده فكرك انت بتطبقه على ارض الواقع، تمام. المهم ان الميه النظيفه تخرج مع السلامه، القفل وانت خرج. طيب تعالى بقى لم معالي السلاج، لميت من الخزان ده ومن الخزان الابتدائي، يبقى نهائي وابتدائي لميتهم، قلنا لميتهم على اكتر من حاجه، ممكن نلمهم على خزان اسمه الهولدنج تانك للسلاج، سلاج هولدنج تانك، والسلاج هولدنج تانك بعمل فيه بامب برفع بيها الريتيرن، تمام كده، اللي هي الحمأة الراجعه عشان خاطر اعيد تركيز الحمأة في الخزان ده، اللي هي بزود الحمأة او بزود تركيز الميكسد ليكر سسبنشن سوليد او الام ال اس اس. في يوم من الايام هنشرح الكلام ده بالتفصيل، ما تسبقش الاحداث. لما بزود تركيز الحمأة هنا وبزود تركيز البكتيريا، هي بتتغذى المواد العضويه اللي ما ترسبتش في الخزان ده، فالبكتيريا لما تتغذى على المواد العضويه تحولها مواد غير ايه، غير عضويه، تقوم ايه، تترسب هنا. وصلت يا شباب؟ طيب لميت الحمأة، رجعت جزء من الحمأة عشان اعيد تركيز المكان ده، تمام كده، والجزء الاكبر باخده في السكنر. السكنر هنا يا شباب عمليه تكثيف، الميه بتقعد فيه، ميه الصرف او السلاج يعني بتقعد فيه من يوم او يومين. المهم بتخرج السلاج مكثفه، يعني ايه؟ يعني الميه اقل، الميه المحتوى المائي بتاع الحمأة هنا اقل شويه، تمام كده. طبعا بقى في سيستمز كتيره قوي ممكن اخد اعملها ديوترنج مباشره، تمام كده، اللي هو اقلل المحتوى المائي بشكل او باخر. ممكن اعملها ديوترنج بنظام اللي هو دراي بيتس، احطها في احواض منها للشمس على مدار 10 او 20 يوم، ببدا اجفف الحمأة واسحبها واحط حمأة جديده على طبقات وهكذا. في نوع تاني يقول لك الديوترنج سيستم بالميكانيكال ووركس، اللي هو بجيب فلتر بريس او بيلت بريس، تمام، وابدا امشي السلاج او الحمأة عليه اللي فيها محتوى مائي كبير، وبالتالي بتطلع لي كيك سلاج. المهم ان انا بطلع السلاج بشكل او باخر بوديه للمدفن بتاع السلاج، تمام كده، اوكي. او في حاجات تانية عادي استخدام السلاج باشكال كتيره جدا جدا. في ناس دلوقتي بتعمل منها طوب، تمام كده، وطبعا تقدر تعمل منها سماد، تمام، وتسمد بيها الارض، تمام كده، بشكل او باخر هنتكلم في السلاج في المحاضره السابعه ان شاء الله. طب نكمل النقطه السادسه والاخيره يا شباب عشان تعرف تصمم محطه معالجه صرف. النقطة الستة هي الاستراتيجية اللي حضرتك هتبنيها عشان تعمل إعادة استخدام للمية. إيه الاستراتيجية؟ بص معايا هنا، مية شرب دخلتها البيت، خرجت على هيئة مية صرف، عالجتها بطريقة تقليدية اللي هي لغاية التكنيك اللي هو السكندري تريتمنت. بعد كده في ممكن أطرد المية دي أطلعها مع السلامة، أو أخدها أدخلها على الأدفانسد تريتمنت اللي هو التيرشري تريتمنت، تمام. التيرشري تريتمنت ده يا فندم، تمام، اقدر اخرج منه ميه او اديها اعمل لها اريجيشن، تمام، او انتج منها طاقه او اعاده استخدامها بشكل صناعي، تمام. الورقه دي غايه في الاهميه، تمام كده. يعني كونفنشنال رميت الميه، لا، طب لو خدت الميه ودخلتها على ادفانس تريتمنت يعني اللي هو التيرشري تريتمنت، هقدر حضرتك اخد الميه دي. ممكن في بعض الدول عملت اعاده استخدام للشرب، تمام، زي المانيا، زي النمسا، زي هولندا، تمام كده، واليابان، اوكي. في دول تانية خدتها للإيريجيشن زي الميدل ايست بقى تشتغل على الحته دي خلاص، وكمان في مدن او بلدان اخذت الميه الادفانس تريتمنت بعد الادفانس تريتمنت اللي هو التيرشري تريتمنت اللي هو الثانويه او اسف الثلاثيه معالجه الثلاثيه، اخذت الميه وانتجت منها طاقه، وكمان انتجت منها او خرجت منها ميه وديتها المناطق الصناعيه. والكلام ده متصمم وتنفذ اوريدي، يمكن في بلدان السعوديه، يعني السعوديه منهم، الامارات منهم، مصر منهم، اعاده يعني استخدام الميه المعالجه في الاندستريال يوز الاستخدامات الصناعيه. طيب هنا يا شباب فكر برضو تاني، ازاي الميه بتعدي من السكرين، بتخش على البرايمر، بتخش على الايريشن تانك، بتخش على الفاينل سيتلينج تانك، بتكمل بعد كده اعاده استخدام الميه بشكل مقيد، تمام كده، في اللاند سكيب يوز اللي هو ار او بي الميه والكلام ده، تمام. لو عملت لها تيرشري
ممكن اخش اعملها ديسنفكشن وبعد كده اعاد استخدامها بعد فلتريشن سيستم معين في استخدامات الدرينكينج او الشرب، تمام، في بعض البلدان، وممكن استخدمها في الري الاستخدامات الصناعيه يعني، تمام كده، وفي الري بصفه عامه اللي هو ري مقيد وغير مقيد، احنا هنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده، تمام كده. اوكي، طيب ده فكرة او شكل تاني يعني للناس تفكر توضيح. اللي انتوا شايفينه هنا يا شباب هو اعادة استخدام الجري ووتر. لو حضرتك زي مثلا بتشتغل في مبنى فندق ضخم او مبنى سكني ضخم، الجري ووتر بيبقى له مكان، تمام كده، مكان كبير كمان. ليه؟ الفندق او المبنى السكني الضخم او كده بيبقى فيه جري ووتر كتير. ليه؟ لان فيها مطابخ ضخمة بيبقى فيها شاورز كتيرة جدا، كل غرفة فيها شاور وعدد غرف كبير جدا، فيها الووشرز او اللاندري اللي هو المغاسل كتيرة قوي. لو انا قدرت الم المية من ده ومن ده ومن ده واخدتهم على سيستم، بدل ما اوديهم للبلاك ووتر، لا اخدهم على سيستم للصرف اسمه جراي ووتر، تمام كده، اللي هي المية الرمادية، اخدتها دخلتها بعمل في البيزمنت كده سيستم، تمام، حوض كبير وبعمل له فيه فلتر، تمام كده، ادخل المية على الحوض، افلتر المية بتاعت الوسط، اخرج المية دي. ممكن بقى اعمل بيها اكتر من حاجه. اول حاجه اروي بيها النباتات في اللاندسكيب الموجوده في الفندق او في الجرين ارياز اللي حوالين الفندق او كده. تاني حاجه اعمل ايه؟ انا ممكن اعيد ارفع الميه دي تاني بضغط عالي، اطلعها واديها فين؟ للفلاشر تانك، اللي هو الفلاشنج تانك اللي هو في جوه التويلت، اللي هو فوق القاعده نفسها، تمام، اللي هو الحوض، تمام كده، حوض الصرف بتاع القاعده، تمام كده. فده انا كده اعدت استخدام الميه، بدل ما كانت ميه نظيفه لا اصبحت جراي ووتر، انا عقمتها وكل حاجه وتمام، وبعتها تاني لاعاده استخدام. طبعا طالما دخلت الفلاشنج تانك اصبحت بعد ما بتخلص بتبقى بلاك ووتر، خلاص مع السلامه، بتطلع على محطه المعالجه. يبقى انا كده اعدت استخدام الميه مره واحده، تمام كده، اوكي، او اعيد استخدام جزء من الميه في ري النباتات المحيطه بيه، لان هي ميه البي او دي بتاعها لا يتعدى ال 70 او ال 75، فبعد المعالجه بتبقى ميه تقريبا شبه نظيفه، فباخدها على طول بروي بيها الكلام ده، اللي بعملها فلتريشن وديسنفكشن. خلاص يا جماعه، يبقى عرفنا هو الجري ووتر، تمام، اوكي. طيب هنا يا جماعه اللي هو الووتر ريسايكلينج بروسيس، تمام. هنا انا بقول ببساطه خالص ازاي اني بلم الميه، تمام، وببدا امشي الوحدات واحده ورا الثانيه، وده اللي شرحتها من شويه، تمام، اوكي، وبدخل الميه بتاعتي اللي بتكمل معايا لغايه ما اطلعها للاريجيشن بعد الديسانفكشن، او باخد منها جزء كمان بعمل له الترا فلتريشن، بعمل له الترا فايلوت، تمام كده، او مايكرو فلتريشن. المهم بوصل الميه ان هي توصل للبوتابل يوز، تمام كده، اوكي. الهدف في الفكره هنا ان انا بوضح لك ان في بعض البلدان قدرت توصل لمعالجه للميه توصلها لدرجه ان هي اعاده شرب الميه مره اخرى كمان، يعني واضحه كده يا شباب. هنا بقى السلادج بتنزل تخش على السكنر، تخش على حاجه اسمها دايجستر او المهضم، تمام كده، اللي هو من خلاله اقدر احول السلادج لحجم اقل بكتير وانتج منها كمان بعض الغازات، سواء كان الدايجستور طبعا لو انيروبيك دايجستور، والكلام ده ادفانسد وهنقوله بالتفصيل ان شاء الله في الفترات الجايه. السلادج اللي خارجه بعد كده بعملها دي ووترنج او نزع للمياه الموجوده فيها، وبالتالي بحولها كيك سلادج، بستخدمها بعد كده بشكل او باخر كسماد، او بعمل منها طوب في بعض الابحاث اللي اتكلمت في الموضوع ده بالتفصيل، اوكي. طيب هنا يا شباب انا كده خلصت المحاضره الاولى، اتكلمنا فيها عن المفاهيم العامه لأعمال المعالجة. إن شاء الله ابتداء من المحاضرة الثانية هنبدأ في المعالجة الابتدائية، ونبدأ نصمم وحدتنا ونفهمها ونعمل اللي اوت بتاعنا، وإزاي نشوف الوحدات بتدي لبعض المية والليفلز بينها وبين بعض ماشية إزاي. أشوفكم إن شاء الله المحاضرة الجاية. شكرا يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله.